شي مرة حسيت قبل الامتحان إنه معدتك تغيرت فيها الحركة وصرت حاسس كأنه في فراشات بمعدتك؟ أو مثلاً عندك لقاء عمل أو خطاب قدام مجموعة كبيرة من الناس وسألت حالك شو هالحالة اللي عم حس فيها؟ خليني أشرح لك. هي الحالة إلى مصطلح طبي بيسمى بفراشة المعدة، وهو وصف طبي بيسبب النقص في جريان الدم في هذا العضو. هذه الحالة نتيجة لإطلاق الأدرينالين استجابة للتفكير، والتي تحدث بسبب زيادة معدل دقات القلب وضغط الدم، مما يؤدي إلى زيادة وصول الدم إلى العضلات. طبعاً بعض الدراسات ربطتها أكثر بوجودنا بجانب من نحب، بس ليش ارتبطت بالمشاعر؟ تشير الأبحاث إلى أن الجهاز الهضمي وحده فيه من الوصلات العصبية ما يفوق دماغ القطة، وهذه الوصلات الكثيرة تجعلنا نطلق مصطلح العقل الثاني على المعدة والجهاز الهضمي. والجهاز الهضمي يتأثر بالوصلات العصبية المتصلة مع الدماغ. مثلاً في حالات القولون العصبي منلاقي أنه التوتر بعقل المريض، لكنه يظهر على بدنه وجهازه الهضمي بسبب هذا التواصل. نحن عرفنا عن هذا التواصل لأنه مريض القولون العصبي لا يعاني من الأعراض في الليل عندما ينام، بعبارة أخرى عندما ينام العقل. يعني هي مو فراشات حقيقية؟ لا أكيد، بس هيك عرفنا تفسير هي الحالة بالطريقة العلمية.